العام الدراسي الجديد مضى عليه أيام معدودة، وما زال الطلاب يكملون دروسهم الأولية ويتبضعون ملابسهم لبدء الدوام الرسمي، إلا أنهم يتفاجؤون بعدم وجود أماكن مخصصة لهم. يحتضنهم تراب صف متهالك، يستمعون لمعلمتهم وهم خلف نافذة الصف من الخارج وسط حر الشمس ولهيبها. تشرح رياضيات؟ فالطالبة تقول لي ست أنا شو استفاد؟ فريتها على الشباك، تباع من الشباك للسبورة، بلكي توصلش معلومة، أحسن ما ترجعين للبيت وأنتي لا رياضيات ولا إنجليزي وكوش ما دارسة. ما عتروحهم طلعناهم هناك، أخذوا استراحة رجعناهم. قلت لهم ما أحسن ما يضيع عليكم النهار. الكادر التدريسي تجاوز 86 معلمة. يجلسون في غرفة تنعدم من أجواء الراحة فيها، تتسع لعشرة أشخاص فقط، يقضون استراحتهم في باحة المدرسة أو بين جدرانها لتقيهم من أشعة الشمس. يدرسون طلابهم في ساحة المدرسة لعدم توفر صفوف كافية، ولا يستطيعون إيصال المعلومة لطلابهم لانعدام الإمكانيات في المدرسة من نواح عديدة. الكادر التدريسي احنا 86 مدرسة، وشعبتنا اللي نقعد بها الإدارتين تستوعب 10 مدرسات فقط، وبالنسبة للطالبات كل شعبة هسه وصلت ل80 طالبة، والباقي يعني الطالبات برا لا دا يفتهمون الدرس لا دا يستوعبون، وإحنا صعبة علينا حتى دا نوصل إلهم الفكرة. الطلاب وأولياء أمورهم يعبرون عن وضع بائس يمر عليهم يومياً، يناشدون المعنيين لكن دون جدوى. أبنائهم كرهوا التعليم، وبعضهم يتعرض للإغماء عند تلقي الدرس بسبب الحرارة العالية والجلوس تحت أشعة الشمس، لا يجدون من ينقذهم. مأساة مدرسة الجوهرة نموذجا للعديد من المدارس المتهالكة. وجه رسالة الوزير التربية وغير كلهم يقدر أنه يبني صف جديد، رحلات، يعني حتى الرحلات اللي أنا قاعدة بيهن مكسرة. مدير التربية يقبل هسه بنته تقعد هذا المكان هذا اللي قاعدة بالقاع بنته ويوصلها هاي الفكرة لو مدرسة أهلية؟ هسه المديرة دزت علي بنته تمشي والله تقول عن بابا راح أبطل قاعدة بالشمس على شنو يعني؟ ليش يسوون؟ ما لا يقدمون سبع كل صف ب70 طالبة، وين صاير هذه؟ يرضاها هو مدير التربية يرضى بنته قاعدة بالقاع بالشمس؟ جريمة ترتكب بحق الطالبات في هذه المدرسة، فهي لا تتسع لأعدادهم الكبيرة واستقبال الدروس من أساتذتهم. من كربلاء جاسم الهميم، ناحية الحسينية.